خلال زيارتي الأخيرة لدولة الصين، تعلمت كيف استطاع الصينيون أن يستخدموا التكنولوجيا في نقل الحياة الملموسة المادية إلى حياة الديجيتال باستخدام الـ QR codes. لم يتعدى استخدام الـ QR codes على نقل المعلومات والدعايات والرسوم والأمور الأخرى، بل أنهم تعدوها إلى البيع والشراء والدفع عن طريق استخدام آب AliPay وWeChat. وسنرى في أحد التجارب في هذا الفيديو أيضا استخدام أحد المطاعم العربية لهذه الطريقة للتسويق لمنتجه في المطعم. اوكي هنا فتحت الاوفيشال اكونت في عندك هنا ولد اخوي يعني اللي هو الكارت تبعي مثلا بدي اشوف الكارت انا عندي كارت مسجل فيه كارت الفي اي بي الرقم تبعي موجود بالسيستم عندي هنا الباركود تبعه هنا وقديش شو اسمه قديش طلبت من خلاله انا ما طلبت شيء بس طلبت من برا بدي اشوف انا شو طلبت قبل هيك باجي بضغط هنا بيطلع لي هذه الاشياء كلها انا طلبتها قبل كده مثلا عندك بدي اشوف في كوبون باجي بشوف في كوبون بقول لي ما فيش كوبون الان ممكن انا كصاحب مطعم ابعث لك للشخص انت كوبون مثلا 30 رمبي اللوكيشن بياخذ اللوكيشن عشان يقول لك انت بعيده لقديش 156 متر بعيد عن المطعم بيت عندك هنا مثلا دينزو هاي دينزو انا مش فاتحها مش عاملها اكتيفيشن لما يصير مفهوم هذا تعمل اكتيفيشن هذه بتضغط هنا بقول لك كم شخص بتدي كم شخص بدك وبتروح تتسوق قبل بعشر دقائق من وصول قدامك في خمس اشخاص صار في ثلاثة اثنين عشر دقائق بيرن عندك الجوال بقول لك المطعم عنده فضي ارجع على المكان هيك بنعمل الطلبيه صح فتح المنيو الالكتروني هلقيت بيصير عندك مثلا بدك بيجي الزبون بتفرج على الطلب ما فيش عنده لا جرسون ولا شيء بياخذ الطلب مثلا بده السلطه هاي بتضغط عليها بحط بده تنتين بحط تنتين بحطها وين اوكي صارت وين بالباسكت خلصنا من السلطه بيجي مثلا بدي اخذ لي سلطه روسيه بحط على السلطه الروسيه بحط اوكي صارت في الباسكت اخذ لي كمان بيتزا اوكي هلا صار ثلاث اشياء اربع اشياء باجي على الباسكت جريك سلطه وعندك سلطه روسيه وعندي بيتزا هلا مجرد ما انا هنا بدفع الدفع عن طريق الويتشات برضو مجرد ما احط له ادفع بقول لي بدك تدفع انا بدك تحط رقم الطاوله الطاوله عندنا هنا بي 1 بحط هنا بي 1 بي 1 وبقول له اوكي ادفع لما باجي هنا بدي ادفع عن طريق الويتشات او عن طريق الفي اي بي كارد اللي عندي ممكن احط فيه فلوس بقول له عن طريق الويتشات لو بحط عن طريق الويتشات بحط البصمه بيدفع الورقه بتطلع بالمطبخ لما يطلع الاكل برن جرس المطبخ في الورقه رقم الطاوله بي 1 بيجي الجرسون بياخذها من المطبخ بيجيبها على الطاوله انتهى الموضوع نحاول نجرب الان نستخدم هذا المشين بطريقه الاسكان اللي هو جيفو باو او علي بي اول شغله نختار البرودكتس اعتقد انه هيك بيجي بقول لك كيف بدك تدفع عن طريق الجيفو باو هذا او اللاين بدخل على الاب وبس بعمل له سكان راح يقول لي انه شو الشغله اللي انا شريتها بعمل له تاكيد باي ناو ادخل الباسورد دخلت الباسورد البرودكت صارت هون صح عافية كما أن الدعايات لم تعد تستخدم إلا الـ QR code في الصين فتجد دعايات أي منتج في أي مكان سواء في
محطات المترو أو في الشوارع العامة أو في المتنزهات أو في الأسواق العامة، كلها تحتوي على الكيو آر كود. ليس ذلك فحسب، فقد حاولنا أيضا استخدام بعض الدراجات الهوائية واستطعنا حجزها وأخذها باستخدام الكيو آر كود دون التواصل مع أي شخص، علما أننا واجهنا مشكلة في استخدام العملة الورقية، حيث أن معظم البائع المتجولون يحاولون استخدام الكيو آر كود ويحببون ذلك في استلام نقودهم عبر برنامج ألي باي أو برنامج ويتشات. حتى أن شراء بعض الورود كان عن طريق الكيو آر كود دون أي مشكلة. ليس هذا فحسب، بل أن حجز الطبيب ودفع المبلغ له أو لتعابه كانت عن طريق الكيو آر كود، حتى أن الطبيب يستلم هذه المبالغ في حسابه مباشرة. في المستشفيات يمكن قطع تذكرة وحجز موعد عن طريق نفس الكيو آر كود. كما يمكنك تنزيل بعض التطبيقات مثل برنامج المترو عبر الكيو آر كود وشحن سيارة تسلا التي تعطي باسورد عبر الكيو آر كود. وهذه بعض الصور التي تبين ذلك البرنامج الذي استوحته أني باي لتسهيل على المواطنين في البيع والشراء. حتى أنه يمكن شراء أي تأمين عبر هذا البرنامج أو التبرع لأي مؤسسة خيرية أو جمعية خيرية عبر هذا البرنامج أيضا بالـ QR code. وهنا في تطبيق عملي في مطعم الماكدونالدز نستطيع أن نحجز الطعام بالكامل عن طريق شاشة عرض، ثم نستطيع الدفع عن طريق الباركود أو QR كود، ثم يتم التحقق من ذلك المنتج برضو بمسح هذا QR كود وإعطاء المنتج النهائي. كما يمكنك الدفع للمغنيين المحليين في الشوارع العامة والساحات العامة عن طريق مسح الباركود الخاص بهم مباشرة ودفع أي مبلغ تريده. وهنا نريكم أيضا بعض الباركودات نمشي شوية هون في واحد هون في واحد هون هون في واحد هون في واحد. طريقة تقييم المطعم. طيب عن طريق هذا الكيو ار عشان تدخل على الواي فاي. أحد المطاعم وتعمل سكان الباركود. وهي طلعت المسج اللي بعثناها. تبعت صورة بدك تبعت أي شيء. بعد مسج الآن ننتظر صورة راحت كما يمكنك دفع التب أو البخشيش لأي جرسون عن طريق الكيو آر كود الخاص به مباشرة لحسابه. عشان تنزل البودكاست تبع البرنامج في الكيو آر الأول تستطيع أن تنادي الجرسون، وفي الثاني تستطيع أن تدفع مباشرة دون الحاجة لأحد.
وهنا في معظم المطاعم يمكنك مسح هذا الباركود 5 مرات في اليوم. 这个可以，好了，然后你可以调整一下。哦，对，嗯，哎，出来了吗？加油，这么来着。啊，快了，很快了。他只要照片上去了就好。好了，来美女，来。哦，看到了，不错，不错。 محدثكم من قلب الصين مدينة ووهان محمد الشريف.